لما اجوا السوريين هلا صار في حركة اكثر بالازرق، السكان كتروا، صرنا نشوف اطفال اكثر بالشوارع، بس عادي يعني. حتى حركة التجارة عندي بالمحل زادت لما اجوا السوريين كمان. لا اولها كانوا لسه شوي جديد يعني، ما كان كتير في يعني من اول هدوري، بس عادي لما واحد يعرف جيرانه سوري بصير يحكي معاه ياخذ ويعطي معاه، خلص صار عادي الصحبة يعني، عرفتي كيف؟ لانه هم ثقافتهم مش كتير غريبة عن الاردنية يعني هالقد.